بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل قروض البنوك حلال؟ وحتى نفهم كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال، يتحتم علينا أن ندرس ما وضع الأموال في القرن الحادي والعشرين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالبلح، والبلح بالتمر، يدا بيد، كيف تشاءون أو كيف شئتم. رواه الإمام الشافعي رضي الله عنه. وأحاديث كثيرة تدل على أنه يحرم أن تبيع الذهب بالذهب مع الزيادة، وهذا يحصل عندما يؤدي الناس قروض للآخرين ويأخذوا عليها ربا، فحرام. إذا نظرنا للأصل، كان الإنسان يتبادل المواد بمواد أخرى، فيعطي التفاح مقابل التمر، ويعطي التين مقابل القمصان، والزيت مقابل التمر، وهكذا، أو الزيت مقابل الدجاج، وهكذا. بعد ذلك اكتشف الإنسان أنه يمكنه استخدام معادن ثمينة كالذهب والفضة، لأنها لا تتأكسد وتستمر مدة طويلة، ووزنها ثقيل وحجمها صغير. فتم تبادل استعمال الذهب في التبادل آلاف السنين، إلى أن جاءت البنوك في أمريكا وعرضوا على الناس أن يضعوا الذهب في البنوك ويعطوهم إيصالات، والإيصالات تطورت وأصبح اسمها عملات، وصار يصدرها البنوك المركزية، وتضمن الحكومات أن يعطوك مقابل كل 20 دولار أونصة من الذهب. بعدين صارت كل 35 دولارا أونصة من الذهب، واستمر ذلك حتى عام 1944 عندما وقعوا اتفاقية بريتن وود. فوصل الدولار عبارة عن مثاله كأنك تضع قميص عند المكوجي أو غسل القمصان ويعطيك وصل، عندما تتقدم بالوصل يعطيك القميص. فالوصل لا قيمة له إذا لم ترجع إلى مكان إنشاؤه وهو المكوجي. فالدول الأخرى قلدت أمريكا وربطت عملاتها بالدولار، وأصبح منذ عام 1944 إلى 1971 كل 35 دولارا تعادل أونصة من الذهب، وتعهدت البنوك بإعطائك الذهب عندما تعطيهم 35 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى. لكن ما حصل أن أمريكا اكتشفت أنه فقط 13% من الناس تعود لاستخراج الذهب من البنك، ومعظم الناس تعودوا على الإيصالات وهي الدولار والجنيه الاسترليني والمارك الألماني والفرنك الفرنسي قبل اليورو، مما دب الطمع في عقل الأمريكيين، وطبعوا 1,000 مليار دولار ولم يكن عندهم إلا 85 مليار دولار من الذهب. وهذا معناه أن عندهم 915 مليار دولار لا يوجد لها تغطية ذهبية. اكتشف ذلك رئيس فرنسا تشارلز دي غول، فأرسل الدولارات إلى أمريكا وطلب منهم أن يعطوه الذهب. فطبعا أمريكا رفضت لأنه لا يوجد عندها الذهب، وحدثت مشاجرات اقتصادية انتهت بإعلان ريتشارد نيكسون 1971 بإلغاء علاقة الدولار بالذهب. فقال للناس تشتروا الذهب حسب سعره
في السوق، وبدأت الحكومات تطبع عملات بشكل جنوني لأنها لا تحتاج لتغطية العملات بالذهب، وكل دولة تحتاج أموال لتعطي الموظفين أو لتقود حرب أو لتعمل انقلاب أو تعطي المؤيدين لها، فتطبع عملات. فصار العملات كثيرة والمواد محدودة، فارتفع أسعار العملات. من جملة الارتفاع طبعا الذهب ارتفع، والفضة والحديد والنحاس والبلاتينوم والألمنيوم والبترول والقمح والشعير وكل المواد، لم يسلم أحد لأن أسعار العملة قليلة صارت، وأصبح الدولار يهبط قيمته. فمن 1665 ل 1903 استمر سعر الدولار كما هو. من 1903 بدأ يهبط إلى أن صار سعر الدولار سنتين 2 سنتس، يعني 2% من سعره قبل ذلك، ولكن كذلك الجنيه الاسترليني، كذلك المارك الألماني وكل عملات العالم بنسب مختلفة. فسعر الجنيه الاسترليني عام 1970 هو عبارة عن 1%، سعره الآن عبارة عن 1% من سعره سنة 1970، وهذا يظهره سعر الذهب. 1970 كان الأونصة الذهب سعرها 14 جنيه استرليني، سنة 2017 1000 جنيه استرليني، سنة 2021 1300 جنيه استرليني. فلذلك الناس الذين يملكون المواد والمعادن والأراضي والمنشآت والمصانع أصبح غناؤهم فاحش جدا، ومعظم الشعب يقع في أسفل السلم. 1% من سكان أمريكا يملكون نصف أمريكا، و 9% يملكون النصف الآخر، 30% يملكون أقل من 10%، و 20% 40% يملكون لا شيء. والأشياء بدأت تهبط. لماذا تهبط أسعار العملة؟ لأنهم يطبعون العديد منها. لو استمرت العملات ذهب وفضة لما استطاع أي إنسان أن يخلق المزيد. يكتشف الإنسان في العالم في تنقيب المناجم الذهب حوالي 4000 طن، لكن العملات بدأت تطبع بآلاف المليارات. أمريكا طبعت السنة الماضية في الكورونا 7000 مليار، 7 تريليون، 7 تريليون دولار. طبعا لا يوجد عندها أي تغطية ذهبية منها. وعندما قبل الناس عملة الورقية والإلكترونية الغير مربوطة بالذهب والفضة، أعطوا الفرصة للبنوك المركزية لإصدار عدد لا متناهي من العملات الورقية والإلكترونية، وبدأت تهبط قيمتها. وكذلك أعطوا الفرصة للبنوك التجارية والصناعية والزراعية والإسلامية بإعطاء قروض بكفالة اسمهم بالسوق، وليس لديهم أموال، لا دولار ولا جنيه ولا يورو ولا شيء، يعني اسمهم فقط، ويسمح لهم القانون بعمل ذلك، وسأشرح ذلك. فالشرع الإسلامي لا يسمح بأخذ قرض وإعادته بقيمة أقل من الأصل، فأي قرض بالعملة الورقية يفقد قيمته بكل يوم بمقدار التضخم في البلد وبمقدار زيادة الثروة فيها. مثال، إذا زادت الأسعار 10% فمعناها أن قيمة عملة البلد هبطت 10%. فسعر برميل البترول كان 1970 1.32 دولار، وسعر برميل البترول الآن 73 دولار. البترول نفسه لكن الدولار نزل سعره، فصار قيمة الدولار منخفضة، لا يستطيع شراء البترول بنفس السعر. فإذا أخذنا إحنا سعر البترول سنة 1970 كان 1.23 جرام ذهب، سعر البترول اليوم 1.23 جرام ذهب. لم يختلف سعر البترول بالذهب، لم يغلى البترول، وطبعا الذهب لم يرخص. لكن الدولار كان كل 35 دولارا تستبدلها بأونصة واحدة من الذهب، أصبح كل 1800 دولار تستبدله بأونصة واحدة من الذهب. فهبوط الدولار كان قيمته هلأ 2% من قيمته بال71، وقيمة البترول
عبارة عن 2% الدولار بدك تشتري فيه بترول 2% من 71. فكنا نشتري برميل البترول ب 1.32 دولار بال 71، الآن 73 دولار. بينما في الذهب تشتري البترول بنفس كمية الذهب 1.23 غرام 1970 والآن 1.23 غرام. فلو أنت عندك غرام من الذهب فتستطيع، هذا الطلاب الأمس ما أقول عمليا، فلو عندك أنت غرام من الذهب فستستطيع شراء بنفس قيمة الغرام، هذا غرام ذهب تشتري فيه 1/3 منه أو 1.25 منه تشتري برميل بترول سنة 1971، وواحد وربع منه تشتري برميل بترول سنة 2021. فلم ترتفع الأسعار إذا قارنتها بالذهب أو الفضة أو الألمنيوم أو الحديد أو. فعندما اشترينا البيت في 1996 كان سعر أونصة الذهب 250 جنيه استرليني، بينما سعر أونصة الذهب الآن 1300 جنيه استرليني. فأنت لما أودعت القميص في المكوجي وأعطاك وصل، فإذا جبت الوصل يرجع لك القميص، لكن لو جاء واحد معه 9 إيصالات حيعطيه القميص. الواحد إجا معه 9 دولارات وحيشتري قطعة الذهب هذه، واحد معه دولار واحد طبعا حيبيعها باللي عنده 9 دولارات، لأنه هو لما يروح يشتري كمان حيشتري بأغلى. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكن العملة الورقية ليست مادة لا يرتفع لها أي قيمة ذاتية، فلذلك تطبع الدولة منها بدون أي كلفة. ممكن بس يزيدوا صفر في الكمبيوتر، بدل ما يكون عندهم 100 مليون بيصير عندهم 1000 مليون. فالبيت مشتريناه سنة 1996 دفعنا 135,000 جنيه وما يعادل 540 أونصة ذهب. سعر البيت الآن 625,000، زاد بالجنيه الاسترليني، لكن سعره بالذهب نزل 480. طبعا سينزل لأن البيت صار أقدم ب 25 سنة وصار يلزمه تصليحات ويلزمه تجديد، فسعره الحقيقي نزل لكن سعره بالجنيه الاسترليني ارتفع بشكل كبير. فلو البنك أدانك أخذنا منه 135,000 جنيه رجعنا له 135,000 جنيه مع الفائدة 300,000 جنيه، فالبنك ربح 165,000 جنيه. لكن لو البنك اشترى 135,000 جنيه ب 540 أونصة في 1996 لن يستطيع شراء أكثر من 230 أونصة 2021. فالبنك بالنسبة للذهب خسر مصاري، خسر الفلوس. لو استدلنا من البنك 540 أونصة ذهب ورجعناه 540 أونصة ذهب فسيستطيع شراء 700,000 جنيه استرليني بالأونصات. لذلك البنك لا يعطيك بالذهب لأنه ليس عنده ذهب، لكن لو عنده ذهب أربح له. الدولة تطبع الفلوس بالبنك المركزي، البنك يطبع بشكل غير مباشر فلوس، يوفر فلوس في السوق، ليس لأن عنده فلوس لكن عنده الطريقة كيف يوفر فلوس. فرجل أودع لو رجل أودع 10,000 جنيه بالبنك، فالبنك يسلم ال10,000 جنيه استرليني للبنك المركزي، فالبنك المركزي يسمح له بأن يعطي قروض بقيمة 90,000 جنيه استرليني. فلما يأخذ البنك الفائدة يعطي المودع فائدة على 10,000 جنيه استرليني، ويبقى معه فائدة على 80,000 جنيه استرليني بدون أن يكون يملك 80,000، فجاءه الفائدة بدون أي كلفة يعني ليس عنده فلوس.
الفلوس هي وهمية بسبب أن القانون سمح له شيء اسمه fractional reserve banking. وللأسف كل البنوك الإسلامية تستعمل نفس الطريقة، لأن لا يوجد بنك عنده أموال يبدأ يعطيها للناس، وأي أموال الناس بدعوة بالبنك، البنك يدين 10 أضعاف مباشرة للآخرين، وتسمح له الدول بذلك، كل دول العالم بما فيها السعودية، بما فيها الأردن، بما فيها كل الدول. الطريقة الثانية اللي بيخترع البنك فيها فلوس وهمية، إنه البنك يعطيك 100,000 جنيه لتشتري بيت، لكن يحجز البيت وكأنه يملكه بقيمة 100,000. ففي دفتر الحساب عند البنك أنه عنده دين، عليه دين 100,000، لكن عنده بيت ملكه 100,000. فبصير عنده هو ما في لا خسارة ولا مربح، يعني يسموه هنا بريك إيفن، ليس عليه دين وليس معه فلوس. فالفائدة السنوية اللي بيأخذها البنك بهذا الدين كله ربح، لا عنده 100,000 لكن يملك البيت. فلو واحد جاء له أنت ما عندك 100,000، لا عندي البيت قيمته 100,000. فالدولة تسمح بذلك، لذلك البنوك توفر الأموال للناس، ولو ما في بنوك ما في أموال، وشيل البنوك بتحطم الاقتصاد العالمي كله. لكن لما تجي تقارن أنت بالذهب، الأموال عم تنزل قيمتها، ولو قارنته بالبترول عم تنزل قيمتها، لو قارنته بالحديد عم تنزل قيمتها. فلو أنت أخذت قرض من شخص من 10 سنين وجيت تدفع له القرض بعد 10 سنوات، فإذا نزل قيمة القرض بحسب التضخم فسيصبح قيمة 100 جنيه لعله 2 أو 3. فقد ظلمت الدائن. فخلاصة الدراسة، إذا كانت الفائدة التي يأخذها البنك هي أقل من نسبة التضخم مع الأجار السنوي، فأنت تعيد للبنك قيمة أمواله أو أقل، وغالبا أقل، والقانون يسمح. لو كانت الفائدة عند البنك أكبر من نسبة التضخم مع الأجار السنوي فحرام، أنت عم تعطيه أكثر من قيمة أمواله، وهذا يعتبر ربا. فمثلا دين لبناء شقة كان 30,000 ليرة سوري، فبعد 8 سنوات أصبح قيمة، أو 10 سنوات أصبح قيمة الليرة 10% من قيمتها من 10 سنوات، أصبح القرض لو أرجعت القرض 30,000 للمدين، فأنت سرقت بشكل غير مباشر 90% من قيمة الأموال التي أعطيت لك. فالشقة لما عمرت ب30,000 بعد 10 سنوات تحتاج 300,000 لتعميرها، بعد 10 سنوات أخرى تحتاج 3 ملايين لتعميرها، وهكذا. نسبة هبوط الأموال تعادل نسبة التضخم. معظم الدول العربية لا تقيس التضخم، ولو قاست التضخم تغير الأرقام. نأخذ مثال بريطانيا، التضخم عندهم 2.5-3%، الآجار 3.5-4%، فتصير التضخم مع الآجار 6%. البنوك تعطيك قرض ب1.5%، فأنت تستفيد بأخذ القرض لأنك ترجع قيمة الفلوس أقل مما كانت قيمتها عند أخذ القرض، فأصبح الربا غير موجود. البنك يخسر معك، لكن لأن البنك ليس لديه الفلوس بالأصل، فكل الفائدة التي يأخذها البنك هي عبارة عن ربح له، لكن تعيد الأموال للبنك أقل من قيمتها عند سحبها من البنك. وكل ما طالت الزمن كل ما قل قيمة الأموال. فأمريكا عندها 21 تريليون من سنتين، هلأ صار عندها 30 تريليون دين، استدانت من العالم، عندها عجز اقتصادي مع دول كثير، وعندها البوندز، بيبيعوا البوندز، فعندها دين للعالم 30 تريليون، بيعطوا فائدة بالمية 1%، حتى ربع بالمية بيعطوا 1% فائدة، لكن قيمة الدولار تنزل 2% بالسنة و 2.5% حسب التضخم، فبيجيهم ربح كل سنة من الدين 300 مليار دولار.
يعني هن استفادوا لأنه تدينوا من الناس، ما أعطوا بربا، يعني أعطوا الانترست 1%، لكن نزلوا قيمة العملة، نزلت قيمتها 2-2.5%، فهن بشكل غير مباشر ربحوا بسبب أنه أخذوا دين. فلو أنت اشتريت بيت من اليوم من أي بنك، أخذت مثلا 100,000 واشتريت بيت أو شقة، بترجع أن 100,000 200,000 خلال مثلا 10 سنوات، لكن بعد 10 سنوات بتصير سعر البيت عم يزداد بحسب الانفليشن ازدياد الثروة في البلد، فتعيد للبنك أقل من نصف قيمة أموال اللي أخذتها من البنك. لذلك علماء المسلمين يترتب عليهم أن يدرسوا الاقتصاد العالمي دراسة عميقة، وينصح المسلمين النصائح الحقيقية، أن قروض الأموال الورقية لا تشابه أبدا قروض الذهب أو الفضة أو حتى القمح أو حتى التمر أو حتى الحليب، لأن الحليب يحتفظ بسعره والقمح يحتفظ بسعره والتمر يحتفظ بسعره، لكن الأوراق المالية لا تحتفظ. كان راتبي أول راتب استلمته بعد أن أصبحت طبيبا 600 ليرة سورية في الشهر، في الشهر الكامل 600 ليرة سورية. لو أنا أعطيت راتبي دين لشخص سنة 1975، راتب شهري استدانوا مني عشان اشتري أكل أو اشتري دراجة نارية أو شيء، وأعاد لي 600 ليرة سورية اليوم، فهي عبارة عن صعب أنه اشتري فيها قرص فلافل واحد، سبحان الله. فالدرس صعب، ممكن تشوفوه مرتين وثلاثة وأربعة حتى تستوعبوا الفكرة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.